هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، بعدما شاهدنا أول أشواطنا في هذا الصباح الذي كان تحت أقدام الجلمودة لصالح بن دقاش بن محمد العامري، من خطف أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل. أبدأ معكم بانطلاقة جديدة لأول أشواط الجعدان، وهو شوطنا الثاني في تعداد هذا الصباح الجميل والممتاز. أبدأ مع المقدمة، أبدأ مع الصدارة والبداية الأولى. من يتقدم على هذه المقدمة الجميلة؟ هنالك راهي محمد بن عبد الله بن معضد النيادي، بينما المركز الثاني يصل الآن الحذر حارب بن محمد بن حمد الاكتبي، من يتحرك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات وصل أبو الأبيض لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، من يتحرك على المركز الثالث. المركز الرابع الغادم في هذه اللحظات من هنالك الغادم الشجاع لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الخامس الغدوم في هذه اللحظات من شاهين لعلي بن راشد بالطبيعة الاكتبي، بينما القدوم في سادس المراكز حيث الوصول في هذه اللحظات من مبهر لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، والقدوم والوصول في هذه الاندفاع الجميلة من قبل الزناتي لسليم لسليم بن علي بن محمد الزرعي، من يتحرك ويقدم لنا الزناتي في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاعة الكبيرة والجميلة، بينما المركز الثامن القدوم في هذه اللحظات والوصول من مشحوف لحمد بن سلطان بن عواد النعيمي، بينما المركز التاسع القادم في هذه اللحظات ويصل الآن هنالك صريح لمحمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي وعاشر المراكز. نختم نداونا مع هذا البطل الكبير، هنالك مترجم لمحمد بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار. ولكن المقدمة البداية الأولى، راهي من يسيطر، راهي من يسيطر على مقدمة هذا الشوط، محمد بن عبد الله بن معضد النيادي من يتقدم ويقدم لنا راهي، بينما الوصول في هذه اللحظات والقدوم من أبو الأبيض لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، من يتقدم ويقدم لنا أبو الأبيض، بينما المركز الثالث وصل الآن وصل الرويس لخليل بن عبد الهادي بن خليل الهاجري، من يتحرك في هذه اللحظات ويندفع في هذه الانطلاقة الكبيرة والجميلة، بينما المركز الرابع يصل الآن ويتحرك في هذه لحظات الحذر لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي، والمركز الخامس وصل الآن وبدأ يندفع الشجاع لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا هي النتيجة وهكذا هو نداءنا الثاني للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط، شوطنا الأول الرئيسي للجعدة. لين سيتجه ما بين هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة والجميلة، وعودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى راهي من يتقدم بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء الجميل والممتاز على مقدمة هذا الشوط بهذا الحضور الكبير. الله يا راهي لمحمد بن عبد الله بن معضد النيادي من يتابع ويرافق في هذا الصباح الجميل والممتاز، بينما المركز الثاني
الثاني الوصول في هذه اللحظات من ابو الابيض لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، وتصل الاسماء وتصل الشعارات، ويصل الان الرويس لخليل بن عبد الهادي بن خليل الهاجري الهاجري. الله الله الله، شوف القدوم، شوف الوصول في هذه اللحظات من قبل الاسماء والشعارات المتواجدة في هذه الاندفاع الكبيرة والجميلة. ارصد اللي واصل في المركز الرابع هنالك البازل لعبيد بن سالمين بن كردوس العامري، يا سلام، ويصل الان ويتقدم الشجاع احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي الفلاحي. معركة جميلة، معركة كبيرة ما بين هذه الشعارات وما بين هذه الأسماء الكبيرة والجميلة. 1200 عن خط النهاية، وبانت النهاية، بانت شوطنا الرئيسي. إلى أين سيتجه ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات الكبيرة والجميلة؟ وراه على المقدمة مسيطرا تماما منذ البداية وحتى هذه اللحظات، باحثا عن لقب هذا الشوط، باحثا عن لقب هذا الشوط بهذا الأداء الكبير، بهذا الحضور الكبير لمحمد بن عبد الله بن معضد. النيادي النيادي يبين الشوط، المجريات تقول بأن راهي سيحظى بناموس هذا الشوط إن كان للمتابعين والمشاركين رأي آخر. بينما الوصول في هذه اللحظات من أبو الأبيض لحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، من يتحرك على المركز الثاني، يا سلام، ولعت المعركة، ولعت المعركة ما بين اللقاء، ما بين الإذاعة، سن الإذاعة والإبداع والمتعة. الله الله الله، ثلاثية كبيرة، ثلاثية جميلة ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات، ما بين أبو الأبيض وما بين الرويس وما بين هنالك القادم، هنالك راهي. بسم الله ما شاء الله على هذا العرض الكبير. الله الله الله، الرويس 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 الرويس، من يتقدم بقيادة خليل بن عبد الهادي بن خليل الهاجري الهاجري، يهاجر بالناموس، يهاجر بالانتصار. أول أشواط الجعدان يقادر مع الهاجري بهذا الأداء الكبير، بهذا الحضور الكبير الذي يقدم الرويس لخليل بن عبد الهادي بن خليل الهاجري. لحظات وصوله إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل ابو الابيض لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. المركز الثالث وصل هنالك الزناتي لزنين بن علي بن محمد الزرعي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. وعودة إلى التوقيت الزمني 7:47 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.